أرقام صادمة كشف عنها التقرير نصف السنوي لهيئة النزاهة عن قضايا الفساد في العراق لعام 2022، حيث تلقت الهيئة أكثر من 8000 إبلاغ عن شبهات فساد، بعضها حسم وبعضها الآخر ما زال قيد التحري والتحقيق، لا سيما التي قدمت من قبل أشخاص لم يفصحوا عن أسمائهم. البلاغات والإخبارات والقضايا الجزائية اللي تلقتها الهيئة خلال النصف الأول من عام 2022 بلغت 8877 مزاعم لفساد، منها 6329 كان بلاغا غير مغفل وبنسبة 71.30 و 2548 بلاغا مغفلا لم يعلن صاحبها عن اسمه وبنسبة 28.70. وفي سبيل الحد من الفساد وملاحقة المتورطين بملفاته، تشجع هيئة النزاهة على الإبلاغ عن جرائم الفساد والابتزاز، لا سيما التي يتعرض لها مالكو الشركات العاملة في القطاع الخاص خلال إبرامهم عقودا ضخمة لتنفيذ مشاريع حكومية. فيما يشير اتحاد المقاولين العراقيين بأصابع الاتهام إلى شركات تقف وراءها أحزاب سياسية تحتكر هذه المشاريع. توجد بعض الشركات مدعومة من جهات، وهذه الجهات متنفذة وتمارس الضغط على الجهات المعنية لحصولها على أعمال أكبر، وإحنا نلاحظ بعض الشركات أخذت مبالغ كبيرة جدا، وهذا جاي أكيد لها دعم ولها غطاء ولها أدواتها تستخدمها بالحصول على المشاريع بدون مراعاة الشركات الأخرى والعدالة في توزيع المشاريع. ورغم محاولات هيئة النزاهة تطويق الفساد، فإن مراقبين يصفونها بالمتواضعة قياسا باستشراء هذه الآفة في مفاصل مؤسسات الدولة، ويعتقدون أن نجاح مكافحة الفساد يتوقف على إرادة سياسية. الفساد وجد له بيئة سياسية، اليوم أكو مصطلح السياسيين وهو المحاصصة والتوافقات، وهاي إلي وهاي إلك وهاي حصتي وهاي حصتك، هذا هو الفساد بعين. اليوم أكو فساد مشرعا، واضح القضية، هنالك مكاتب اقتصادية، مكاتب اقتصادية للأحزاب والكتل السياسية، كل هذه الأمور تؤدي بالنتيجة إلى فساد. ووفقا لذلك، فإنه لم يعد مستغربا تصنيف العراقي ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث حل في المرتبة 157 ضمن مؤشر مدارك الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021. وتؤكد هيئة النزاهة أنها فتحت خلال الأشهر الستة الماضية قضايا جزائية ضد 39 وزيرا سابقا وحالي، فضلا عن 240 مديرا عاما، إلى جانب استرداد نحو تريليوني دينار إلى خزينة الدولة. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.